السلام عليكم، أنا محمد غنايم. الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على فتاة كانت تعرض محتوى على تطبيق تيك توك. أعتقد سمعت بهذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد تعرف نوعية المحتوى الذي كانت تنشره. تم الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وعندما قرأت أكثر في حيثيات هذه القضية وجدت أن تهمتها ليست فقط أنها تشارك على تطبيق تيك توك، بل حسب الادعاء هي متهمة أيضا بالاتجار بالبشر وهدم القيم. ليس موضوعنا أساسا، ليست هذه الحالة الأولى التي يسجن فيها مؤثر بسبب ما فعله على السوشيال ميديا. يعني سمعنا عن شخص لأجل التفاعل هو وزوجته قاموا باستغلال ابنتهما بشكل خاطئ فتم حبسهما وقتها، ثم خلعت زوجته الحجاب، وبعد أن تم حبسهم قامت بلبسه مرة أخرى، ثم بعد ذلك قامت بخلعه. يا حيف على الرجال. المهم موضوعنا أيها الطيب ليس الأفراد، يعني نحن لم نذكر أسماءهم حتى، بل سأتحدث معك عن مرض الشهرة. إذا أصبت بهذا المرض ربما قد تقتل. نعم، مثلا هذا المؤثر الروسي المصاب بمرض الشهرة قام بفتح بث مباشر لعمل تحدي مع صديقته الحامل، فأخرجها إلى الشرفة بملابس البيت الخفيفة في درجة حرارة تحت الصفر، وأغلق الباب ولم يسمع لها بالدخول وهي تتوسل إليه، وكل هذا تحت البث المباشر، وكان يضحك ويطلب من المتابعين أن يشاركوا البث حتى يريهم أكثر توسلها. يا باطل. المهم ماتت هي وجنينها بسبب انخفاض درجة حرارتهما، والغريب أنه استمر في البث حتى بعد مجيء الشرطة. لك أن تتخيل، حتى بعد موتها وضعها بجانبه أمام الكاميرا واستمر في البث حتى مجيء الشرطة. وعندما نأتي إلى وطننا العربي الحبيب، يوجد أشخاص مؤثرين كثر يعانون من هذا المرض، مرض الشهرة. لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة؟ طبعا أنا لا أزايد على أحد، كل أدرى بتصرفاته، ولكن هذه النظرة لأنه بالفعل مرضهم بدأ يؤثر على أخلاقنا وقيمنا العامة. لذلك أي شخص مشهور تجد أن مبادئه تغيرت اعرف أنه مصاب بمرض الشهرة. يعني في بدايته يكون شيء ثم يتحول لشيء آخر، مثلا تكون محجبة ثم تخلع حجابها، ويكون محافظ ثم تجده يضع على جسده وشم، وقس على ذلك. هكذا يشخص المرض، انظر للمبادئ فقط وهل تغيرت. عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو يقول أن الإنسان لكي يكون سعيدا يجب أن يمتلك 4 أمور. أولا الأمور الأساسية كالهواء والطعام والماء. ثانيا الأمور الممتلكة مثل السيارة والمال والبيت. ثالثا الأمور الروحانية مثل الحب والصداقة والعبادة. آخر نقطة لكي يكون سعيدا هي الشعور بالتقدير والتميز. يعني برأي هذا العالم لكي تكون سعيدا يجب أن تمتلك 4 نقاط كاملة التي على الشاشة هنا. هل تمتلكها أنت الآن؟ نعم تمتلكها بحمد الله، تأكل وتشرب وتتنفس، لديك مكان تنام به، تصلي، لديك أناس تحبك، وتشعر بالتقدير ولا تشعر أنك شخص عديم القيمة، يعني أنت فعليا سعيد، فالحمد لله رب العالمين، لا للشك ولغير الله عز وجل. انتبه. طبعا غيرنا القميص الجوحم. ثم يكمل العالم قائلا أن الشهرة تشعره بالنقطة الرابعة مباشرة، ألا وهي التقدير والتميز، وتشعرك أنك تمتلك كل النقاط هنا مع أنك لا تمتلكها فعليا. لذلك تجد من أقبل على الشهرة وأصيب بمرضها يظن أنه سعيد ويمتلك كل ما يريد، لأنها تشعره بالتقدير والتميز وهو فعليا لا يمتلك أي شيء. لذلك تجدهم يظهرون حياتهم الشخصية وخصوصية بيوتهم وعلاقاتهم الأسرية بشكل قريب إلى الكمال، وتجدهم يقومون بأمور تافهة فقط لخلق الجدل وخلق نوع من التفاعل. جماعة أبو حميد. وعندما تنخفض مشاهداتهم وتفاعلهم ينخفض لديهم شعور التقدير والتميز، ويدركون أنهم لا يمتلكون شيء من النقاط السابقة فيكتئبون، ويدركون أنهم كانوا مصابين بمرض الشهرة. صحيح. لذلك عندما تجد مؤثر أو مشهور مبادئه ثابتة تلاحظ أنه لا يصاب بمرض الشهرة، لأنه يعلم تماما أن شعور التقدير والتميز الذي يشعر به الآن خادع، ويستمر في تذكير نفسه أن عليه الكثير لينجزه ليصل إلى التقدير والتميز الحقيقي. أتمنى أن أكون قد أوصلت هذه النقطة جيدا لكم. لذلك بدأ الحديث عن تلك الفتاة التي حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، أو المؤثرين الذين أصبح التفاعل يمتلكهم لا يمتلكونه. دعني أعطيك قاعدة احفظها عني، كل من تجد أنه يلاحق التفاعل لدرجة أنه قد يفعل أي شيء لأجله، هؤلاء مريضين بمرض الشهرة. يعني إذا رأيته مبتسما اعرف أنه محطم داخليا في الحقيقة، إذا رأيته يبكي اعرف أنه يمثل إلى آخره. هناك شيء يدعى سوشيال ميديا بيرفكشنزم، أو السعي للوصول إلى الكمال عبر السوشيال ميديا، وهذا عرض من أعراض مرضى الشهرة. تجد أن كل شيء في صورهم مثالي، بشرتهم، ملابسهم، بيوتهم، الأماكن التي يذهبون إليها. والله. بالنسبة لك كمتابع ترسخ في داخلك أو في عقلك الباطن صورة أن هذه الحياة التي يجب أن تعيشها، وأنك مظلوم في عيشتك، ويتكون داخلك شعور وعدم رضا، أو شعور بالسخط وعدم رضا عن الحياة التي تعيشها،
قد يتطور معك الأمر إلى أن تشعر بالسخط على خالقك لا قدر الله، وهكذا تخسر الدنيا والآخرة. اسمع هذه القصة مثلا. مؤثرة أجنبية كانت تروج في كل مشاركاتها إلى النظام الغذائي النباتي. طبعا هذا الأمر حقق لها شهرة ليصورها أحد المتابعين وهي تتناول السمك مع صديق لها. هذا الأمر أغضب متابعيها، يعني كيف تنصحين بالنظام الغذائي ونشتري منك الأغذية النباتية وفي المقابل تتناولين اللحوم والأسماك، كيف تخدعين بحياتك؟ قالت بكل بساطة هذا عمل، وعندما أكلت السمك كنت خارج عمل. ثم بررت أن الطبيب أخبرها بضرورة تناول الأسماك واللحوم حتى تحافظ على صحتها. الله لا يعطيك العافية. لذلك يا عزيزي لا أريد منك أن تنظر إلى ما يملكه أو يفعله المؤثرين بعيون متلألية، بغض النظر هل هم مصابين بمرض الشهرة أم لا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذا نهي من الله عز وجل لعدم النظر إلى ما في أيدي الناس. سبحان الله، مع أن الموضوع يبدو جديدا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عنه قبل 1400 عام، عندما جاءته امرأة تقول يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني تسأل هل لها أو هل يمكن لها أن تقول أن زوجها اشترى لها هدية وهو لم يفعل، أو قال لها هكذا وهو لم يفعل فقط لتغيظ ضرتها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. يعني هذا يندرج تحت قول الزور والكذب. يعني أيها الأحبة، من تجلب الهدايا لنفسها أو تقوم بعمل مفاجأة لنفسها وتقول هذا من زوجها هي كاذبة مزورة. أقصد ما يحدث مع أغلب المؤثرات الفتيات، يعني عندما يأتي المؤثر أو المشهور ويصور ما في حياته كذبا ويدعي أن حياته بهذا الجمال وهي ليست كذلك، هذا كذب وزور وهو من الكبائر. قد تقول في نفسك الآن والحل يا محمد؟ الحل في تلخيص هذه الحلقة: أولا، تحرى الدقة في اختيار من تتابع. نحن سبب في إصابتهم بمرض الشهرة بتفاعلنا معهم، فاختار جيدا من تتفاعل معه وتتابعه. ثانيا، أنت بمشاهدتك لهذا المقطع امتلكت وعي كيف تشخص مرض الشهرة وتعرفه، فاحرص ألا تصاب به أنت يوما ما. ثالثا، لا تقارن نفسك بأي شخص ولا تنظر لما مع الناس، لأنك ربما لو علمت كل تفاصيل حياة من تتابع لاخترت حياتك أنت على الأغلب. وأخيرا، أقول للمؤثرين ألا يبالغوا في إظهار البذخ والرفاهية، وأن يكتموا بعض تفاصيل حياتهم ولا يبالغوا في إظهارها، لأن العين حق. يعني ذلك اليوم والله تأثرت بوفاة المؤثر الأردني وزوجته بعد عرضه لمقطع قصير يطلب فيه من متابعيه أن يجتهدوا في حياتهم أكثر، ثم توفي في نفس الساعة بحادث سير. أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويربط على قلوب محبيهم. في النهاية أيها الحبيب، السوشيال ميديا هي صديق بالمعنى الحرفي، وكثرة مجالسة ومرافقة هذا الصديق وما لديه من محتوى تخلق حالة من التعود وعدم الاستنكار. لو تذكرت كيف كنا في البداية نستنكر بعض الأفعال، ولكن بسبب كثرتها وتكرارها تعودنا عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة. ففكر في التواصل الاجتماعي وما تشاهده هناك على أساس أنه صديق، لأنك بالفعل تجلس معه كثيرا ويأخذ من يومك الكثير. أما بالنسبة لمرضى الشهرة علاجهم بسيط، فقط ابتعد عنها برغبتك قبل أن تجد نفسك تقوم بأمر يبعدك عنها مرغما، كما حدث مع الفتاة التي حكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.